السلام عليكم على الإخوان جميعا، أتمنى تكونوا بخير. معكم مراد معارف دائما في إطار السلسلة المعهودة ديال خاصة بحوارات ودردشات وتقاسم تجارب وآراء بخصوص تلقيم طائر الحسون والهجين، كذلك جميع الطيور كائنات الحية ككائنات حية. فتتم للحلقات السابقة واللي كي لاحظتوا الإخوان فهي سلسلة حلقات مترابطة، فكل المعلومات التي تقال في الحلقة الأولى أو الحلقة الثانية أو الرابعة أو الخامسة فكلها لها يعني خيوط، ولازم في الأخير ضروري ما نربطوا الخيوط باش تكون عندنا واحد الفكرة عن المنظومة كاملة، عندي بالمنظومة يعني المنظومة التجريبية العلمية الولاية، لأن هذا هو الهدف من هذه الحوارات. وكما هي العادة فالشكر الجزيل لكل الإخوان اللي كيتفاعلوا معنا في يوتيوب ولا في فيسبوك على الصفحة، خاصة الإخوان اللي انطلقوا معايا في طريق السيار ديال الأبحاث ويتواصلون معي في الخاص، يعني كنتبادلوا روابط علمية للاستفادة والإفادة، فشكرا لهم. ومسألة كتفرح بزاف، لأنه أكيد أي كلام يقوله هذا عبد ربي ولا أي شخص آخر في هذه الهواية إلا وسنجني التمار دياله من بعد، سنجني التمار من بعد واحد المدة، كل ما يقال وهذا الكم الهائل من المعلومات التي تتداول فيما بين الهواة ديال الطائر الحسون ضروري ما غادي نستافدوا منه في المستقبل، خاصة الجيل ديالنا، حنا الجيل ديالنا اللي ربما بدا كيحس بواحد شويه ديال النمطيه في الكلام الولاعي، ولكن نمطيه على جميع المستويات، لا بالنسبه للتفريخ، لا بالنسبه للتغريد، لا بالنسبه لاي مجال من مجالات الولاعه، فهناك واحد النمطيه، واحد الكلام اللي هو يعني نردده كل سنه وكل سنتين وكل 10 سنوات، وكنشوفوا بان واحد المده اللي واحد 30 و 40 سنه نعيش في نفس الدوامة، دوامة المسلمات، مسائل اللي ما بحثناش فيها، ما تفقهناش فيها، ما حاولناش نتسائلوا على كما نقولوا لو بوغ اي لو كونتر ديال هاد الحالات هادو. فالحمد لله انه بدات شويه الاخوان كي السنوات الاخيره كي يعطونا اشارات ان هناك شيء ما فيه مشكل، ولا بد من تغيير الفهم ديالنا للهواية، ماشي تغيير الهواية ولا الطعن في الأشخاص اللي سبقونا في الهواية، لا حاشا، فهو محاولة لإعادة ترتيب الأوراق ديالنا في فهمنا ومقاربتنا لهواية، وخاصة حكم اختصاص ديالنا أنه اختصاص ديال تغريد الطيور وتغريد طائر الحسون والهجين ديالو بالخصوص. في الحلقة السابقة كانت انا دفعتني انني نزيد نبحث، وخاصه مع التفاعلات ديال الفيسبوك وديال اليوتيوب، هناك بعض الاخوان يشيرون بعض الكلمات ربما هو يقصد المعنى ديالها، ربما ما كيقصدش المعنى ديالها، ولكن كلمات اللي كتفك ليا بعض الشفرات اللي عندي انا في التفكير ديالي في هذه الهوايه، وبالتالي كتعاود تبحث كتلقى بعض يعني بعض علامات الاستفهام اللي كتحيد، ما كيبقاش فيها استفهام. والجميل جدا هو انه مؤخرا ولا في الحلقه الاخيره تكلمنا على مفهوم لا فريكونس ديال الشريط، لا فريكونس اللي بالعربيه منين رجعت للمرادف ديال العربيه فهي ما يسمى بالتردد، التردد الصوتي. وتسألنا، لأنه كيبقى تساؤل هذه المسألة ديال طريقة إعطاء الشريط إلى الطائر ككائن حي، كيبقى تساؤل كجميع التساؤلات اللي كنتساءلوها في هذه السلسلة، بما في ذلك التساؤل عن طريقة التلقين بالصناديق بالكاخون بالبوشيط، هذو تساؤلات. فالمسيرة ديالنا في هذه السلسلة نحاول نشوفوا أش كيقولوا الأبحاث العلمية في علم التغريد وعلم الطيور، ونحاول كما قلت دائما غنبقى نعاودها، لانه لازم اي فيديو تكون عنده واحد كما نقول واحد
واحد الارضيه للحوار، خاصه ان اي واحد يجي يدير الفيديو الخامس ولا السادس ربما ما عرفناش الاطار اللي كنتكلموا فيه، ربما يأولها المسائل اخرى سلبيه ولا هذا. فالاطار اللي كنتكلموا فيه وانه الهوايه ديال تغريد حسون سواء في المغرب سواء في اي بلد عربي، كنهضر على البلدان العربيه والمغرب، لاحظنا ان هناك مشكل في النتائج المحصل عليها شموليا بالمقارنة مع الأعداد الطيور التي تدخل إلى التلقين كل سنة. فهو واحد الرقم اللي هو مهول، هذا إلا ضبطنا الرقم على حسب الهواة يعني الإيدونتيفيابل يعني الهاوي اللي ممكن أننا نعرفه أنه هاوي، ناهيك عن الكم الهائل من الهواة الطيور اللي يعني ما ماشي مجتمعين في واحد الشكل هو منظم، اللي هما يزاولون الهواية بطرق عشوائية، وهذا فهذاك ربما نصف ديال العدد كاين في هذاك الجهة هذيك. إذا الطيور العدد الطيور اللي تدخل التلقين ملي كنشوفوا النتيجة فهي كارثية. مسألة مقتنعين بها كل جميع عموم هو الطيور الطائر هو التغريد الطائر الحسون. وهنا التساؤلات بدأت نتساءل، لماذا ربما عندنا مشكل في طرق التلقين؟ مؤخرا في الحلقة السابقة تكلمنا على الفريكونس على 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 لا تونال، كاين واحد الكلمة جميلة جدا اللي وقفت عليها في البحث ديالي هي لا توناليتي ولا لو طون، يعني الطبقات الصوتية، طبقات الصوتية للتغريد. فمثلا وكنعرفوا بأن أي كلمة بالنسبة للإنسان، أي كلمة فهي ملي كيسمعها الإنسان عندها واحد الحمولة فيها معنى، أي كلمة مقترنة بحمولة، وبالتالي فأي جملة تكون مقترنة بحمولة، حمولة عندها واحد المغزى عندها واحد المعنى، وكذلك التغريد. وهذا الشيء راه ماشي اختراعات ديال عبد ربي ولا تاملات ولا هذا، فهذه كاين في العلم. ومره غنلوح لكم ديموكلي بالنسبه للاخوه اللي كيبحثوا باش نسهل عليكم أمورية تمشيو مباشره للبحث. هناك اللغه، لغه الحسون. هنا المدخل اللي غندخل الموضوع مباشره، لان ما لقيتش كيفاش ندير لي واحد المقدمه خصني ندخل فيه مباشره، عاد نرجعوا ونمشيو فيه. طائر الحسون عنده لغه كجميع الطيور، وكنعرفوا بان اي لغه شنو كاين تحت منها، اللغه كاينه هي وكاين تحت منها ما يسمى باللهجات. اللهجات هو ما يقال له بالفرنسيه لو ديالكت، ان ديالكت بمعنى في واحد البلد معين هناك لغه موحده ديال اصحاب البلد، ولا في واحد الوكر معين ولا في واحد الدوله معينه هناك لغه لهذا الطائر اللي هو الحسون. مثلا في المغرب ولا في سوريا ولا في الشام في فلسطين ولا في الجزائر هناك لغه الحسون، وفي كل منطقه هناك لهجه للحسون. هنا الاخوان الباحثين يدخلوا اخواني دخلوا يبحثوا على لو ديالكت دي زوازو، لو ديالكت دي زوازو بالفرنسيه، لانكم كتعرفوا باللغه العربيه يعني الابحاث شبه منعدم، مساله اللي كانت تاسفوله بزاف. نتمنى تكون هذه المرحله في علم الطيور في البلدان العربيه تكون هذه المرحله واحد القفزه للانطلاق، واحد الارضيه ديال الشباب للبحث باللغه العربيه والترجمه. كاين واحد العمل جبار الا بغاو يقوموا به الاخوان الشباب ولا حتى الناس اللي هما منظمين جمعويا، ان الابحاث بالانجليزيه وبالفرنسيه يحاولوا يقوموا بترجمتها الى العربيه، بيسير بالحفاظ على الملكيه ديال صاحب البحث، ولو يديروا غير ملخصات لهذ الابحاث باللغه العربيه ويحاولوا ينشروها على اوسع نطاق. بديت كندير شي محاولات ولكن الوقت ما كيساعدش صراحه، خاص شويه ديال المساعده، هذه ماشي ديالي انا، المساعده للهوايه، فكل واحد من الموقع ديالو الى قدر يقدم لنا هذه الاضافه غتكون جميله جدا.
درت واحد البحث من خلال التنفس ديال الطيور، ومع حاول نقتبس المسائل ونرقع من هنا ومن هنا، باش صيفطت واحد الارتيكل واحد المقال اللي كيبسط نوعا ما الطريقه ديال التنفس. لا ما عنديش علم واش ناس اخرين في بلدان عربيه قاموا بهذا البحث او لا، ولكن كتبقى محاوله متواضعه مني لعل وانا الاخوان ديالنا حنا غير في حسب المغرب انهم يستافدوا ويعرفوا، تكون عندهم بعدا واحد الدرايه على طريقه التنفس. لان يعني المره الفريطه فتكلمنا على التنفس وان المشكل انه الهواء فيه الاكسجين، ولكن واحد المعلومه الاخوان قبل ما تفوتني، خصكم تعرفوا بان الهواء فيه الاكسجين، فيه الازوت، فيه ثاني اكسيد الكربون. واش عرفتوا شحال النسبه ديال الاكسجين في الهواء اللي كيتنفسه الانسان؟ هي 20%. هاد الهواء اللي كندور دابا وكنستنشق راه فيه غير 20% ديال الاكسجين. بمعنى اني الا سديت عليا في هذا البيت واحد المده واحد الساعات معينه، فهاديك 20% غادي نكونسومي غنستهلكها، وكنبدا في واحد المرحله استهلاك ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون كيأثر ليا على الدوره الدمويه. الدوره الدمويه كيولي فيها اشكال، كيولي كما نقولوا بالفرنسا دي كايو، يعني واحد كيتجمد الدم في بعض المواطن الى غايه انك تعطيه الاكسجين. ولكن هذيك مساله سنه بعد سنه ولا ساعه بعد ساعه ولا سي، فهي كتخلي واحد الاثر في الجسم الصحي، في الجسم الطائر كارثي. ومن ثم علاش ربما الفيديو السابق ذكرت انه الناس ما كيموتوا لهم الفراخ اللي هي جيده، فربما تقدر تكون سبب الموت ديال الطيور. خرج ليا طائر واعر وفرحت بيه وشاركت بيه بالكونكور جبتو، بدالة الثانية مات، دوز عندي عامين مات. والتساؤل مراد المعرفة راه غير كيقول لك وحاول غير دير في بالك، راه ربما هذاك الثاني اكسيد الكربون اللي كان كيستنشق واحد المدة ديال واحد 8 شهور اثر عليه، وراه ما بان الاثر ديالو حتى السنة الثانية ولا السنة الأولى. هادو تساؤلات الخوت. إذا الأبحاث تمشي في هاد الكلمة ديال لو ديالكت دي زوازو. هاد الكلمة ديال الديالكت دي زوازو ولا اللهجة ديال الطيور عندها علاقة مباشرة بالبلوارة. أنا راه واخا تشوفوني كنتكلم راه باقي مكونيكتي مع البرنامج ديال الطائر ديالي اللي اتجه إلى البلوارة. دابا في البلوارة وكمل البلوارة ديالو وما دخلش عليه القرع، ما دخلش عليه صغار الحسون اللي يمارس عليهم الأستاذية والتلقين، لا خليته حتى السنة المقبلة. يعني في شهر 9 دخلته، في شهر مارس أبريل ماي جوان جويي أوت سبتمبر أكتوبر، هو عنده 10 شهور دخل البدالة، شهر 11 شهر 12 بدا خارج من البدالة. امام واحد الشهرين ديال البرد يصادف انه الحسون ما كايناش، ما موجوداش باقا، ما كاينش البطن الاول، ما كاينش التفريخ الاول، ليكون جاهزا في مارس. مارس خرج من البداله واصبح بلواره، واصبح يتبي التغاريد ديالو، واصبح مهيمن في الوكر التغريدي كاب وكملقين وكحارس للوكر. فكما قلنا مره الفريطه عنده حصل ليه التوكير المكاني عن طرافير لو روبيراج، وحصل ليه التوكير التغريدي. بمعنى انه الكلام اللي كيدور عندك في الدار ديالك فهو عنده في الخزينه ديالو. فهذيك اللحظه هي اللي نصحت بها الاخوان انه في هذيك اللحظه يدخلوا الطيور الصغرى. ومعلومه اللي ما تفوتنيش هو، وهذه حتى هي عندها اصل في البحث العلمي، ولكن العديد من الاخوان انه ملي كيكون كيوكل الوليدات، دابا عنده الطائر استاذ ولا عنده شريط، ملي كيكون يوكل الوليدات الصغار كيخدم لهم الكلام. كاين حتى انه انسان كيدير تسجيل ديال التغاريد هذا في الهاتف ديالو، ملي كيكون كيوكل كيجيب الهاتف النقال ديالو كيحطو كيوكل الطيورات على اساس انه يظن المولوع ان هذوك الطيور كياكلو كيستمعوا. ارجعوا للطبيعه، واش عمركم شفتوا شي طائر جدر كبير ديال الحسون كيوكل ولادو كيضرب لهم التزاوق والتعادد
بيبليوس ادورنوس؟ لا ما نظنش. كيجيو عندو كيبكيو تشي با تشي بابا تشي با تشي بابا، هو كيبقى غير يبسبس كما نقولو حنا بالدارجة المغربية، كيبسبس ليهم كيجيو كيوكلهم، ما كاينش كلام، كيتكلمش عليهم لحظات الماكلة. هادشي ماشي كنقولو انا، هادو مسائل علمية كنحاولو نفهمو علاش. هذيك اللحظة الطائر الصغير الكونسونطراسيون ديالو التركيز ديالو مع الجوع، فجميع الحواس ديالو يبطلها مومونطانيمون، يعني كيبطلها جزئيا. علاش؟ لانه هو خصو البطن ديالو يعمر وياكل. بمعنى انت الا خدمتي ليه الكلام في البورطاب فديك الساعه فهو لا يجدي شيئا. يعني ما نقولوش بان عنده واحد المفعول وانه تعطي واحد الفائده ولا غادي تعاون انه غادي ياكل ولا انه غيتذكر الماكله بهذوك التزاوق وداكشي. لا داكشي راه ما كاينش، هو راه في مرحله تخزين المعلومه، هو راه فايتك في شي طائر، فايتنا في التفكير وفايتنا في المعامله ديالو مع الشارع. حنا كنحاولوا ربما كنخافوا هذه كنحاولوا نديروا بعض الممارسات ومع مرور السنوات نجدها من المسلمات، حتى انه كتولي ما فيهاش سؤال. يعني بغيتي توكل خاصك تجيبو تخدم شويه تزيوقات وهذا. علاش؟ شكون اللي قالها؟ قالها واحد النهار صافي راه مسلم، وهي في الاصل علميا راه ماشي باطله، ما عندها مفعول. هي احسن حاجه هي ملي تبغي توكل وتسكت الكلام. هذا هو المنطق الذي يتماشى مع الطبيعه وما عليه. تسكت الكلام اسي، كنوكلو ونسكت الكلام. توكلوا عنده كل طائر، عندك 4 طيار كل طائرة تفوت معها واحد دقيقتين، دقيقتين غنسكت الكلام. ولا بالأحرى أن الكلام إذا كان ضاير عندك في الوكر ديالك، خلي الأمور عادية. أما باش نقولوا راه لقيت، أنا اللي خصني نأكد عليه هو ما خصناش نقارنوا الوقت اللي غادي نوكل فيه الطير بهذاك الكلام ونقولوا راه عنده واحد الدور، ما عنده حتى دور. حتى الكلام هو مطلوق راه ما كيديهاش فيه، هو عنده باغي ياكل ميمي ياكل باغي يشبع. هادي من جهه. فالطائر هيمن على 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 الوكر، وتما في هذيك اللحظه كنلاحظوا حنا هنا كيقول لك الطائر راه بدا كيبدع، كيولي الطائر يبدع في التغارير وهذه وهذا. هو في حد ذاته ليس هو ابداع، بل هو تكوين لهجة، تكوين لهجة كيكون ان ديالكت ديال الوكر. والله يذكرهم بخير، هذه واحد 3 أو 4 اشهر كان لنا واحد اللقاء مع الهواة الحسون في مدينة القصر الكبير بمناسبة واحد الندوة في التغريد، وكان لنا حديث شيق وجميل مع واحد الشيخ من الشيوخ الولاعة القصراوية. الإشارة القصر الكبير الإخوان العرب، فالقصر الكبير واحد المدينة توجد في شمال المغرب، مدينة عتيقة وعندها واحد التاريخ اللي هو كبير في ميدان هواية حسون، حتى أن الإسبان كانوا كيجيو من إسبانيا إلى منطقة القصر الكبير لاصطياد حسون الخاص بهذه المنطقة. علاش؟ لأن كانت عندهم واحد الجودة عالية، أوكار فيها كلام جميل جدا وكان يطرب الاذن الاسباني. وبتجربه حتى حنا كنا اعتمدنا على الطيور في واحد الوقت، للاسف ما بقاتش الاوكار كما كانت. ملي اعتمدنا الطيور كانت كتعطينا نتيجه جميله جدا. فهاد الحوار اللي دار بيننا وبين هاد السيكل، الاسم ديالو سي السباعي، وحيي جميع الاخوان ديال القصر الكبير اللي كنحبوهم بزاف، نحييهم من هذا الموقع، الله يخلي لي صحيحته والله يطول لنا في عمره. طرحنا عليه بعض الاسئله في اطار التساؤلات ديالنا انا والاخوان اللي كنبحثوا في هذا الشيء، كنحاولوا نسالوا الناس. انه هناك كان في مدينه القصر كانوا الاوكار، كان وكر مشهور باسم فلان الفلاني، العباسيين البليبليين بزاف ديال الاوكار. وطرحنا السؤال كيفاش هذا الوكر مختلف عن الوكر الاخر. والسؤال اللي كان جميل هو انه عرفنا الجواب اللي جميل، وعرفنا ان
المسافة ما بين وكر وكر تقريبا زنقة، شارع شارع ولا زقاق يفصل ما بين هذا الوكر وهذا الوكر. فهناك هذاك الوكر عنده لهجة ديالو، وهذا الوكر عنده لهجة ديالو، ليس هناك خلط ما بين التغاريد. أبناء هذا الوكر يحفظوا على الطيور ديال الآباء ديالهم والطيور اللي عايشة معهم في الوكر، وإلى جانبهم على بعد مثلا واحد 100 ولا 200 متر كاين وكر آخر، وممكن أن نميز بين وكر من خلال التغاري. إذا مسألة اللهجة والوكر إخوان راه مهمة بزاف في ميدان التغريد الحسي، وانتبهوا لها في الديور ديالكم. الإنسان إلا ما حطش في راسو هاد الاعتبارات الإخوان، أنه أولا يكون عنده الهاجس أنه ينشئ وكر تغريدي، ثانيا انه يرد البال المسائل ديال التلقين، ثالثا انه يمر الى مرحله انه غتكون عنده لهجه في الوكر التغريدي ديالو. وغنجي للمعالم ديال اللهجه. الا ما كانش عنده هذا التصور في الدماغ ديالو قبل ما يدخل القوره قبل يخدم، ما يمكنش انه يفهمنا بعدا. هذه من ناحيه. ثانيا راه الا ما كانش عنده هاد الاعتبارات فهاد الكلام لا يعنيه، لانه هو مهني راسو باق 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 ما كاينش مشكل عنده. اذا تكوين اللهجه، السؤال اللي طرحت مع نفسي انا وحتى هو غادي الاخوان غادي يمشيو يبحثوا فيه، ما هي معالم اللهجه عند الطائر؟ اي اللهجه عندنا جوج اجوبه، عندنا جواب اللي هو علمي وجواب في الولاعة. وهنا باش مزيان الاخوان حاولوا دائما تصنتوا على المولوع اشنو كيقول، شي حتى ألد الخصام ديالك. الا كنتي كتعرفوا انه غير كيخربق ولا كيتصنت ليه، تصنت ليه مزيان، لان ربما تستافد من بعض المسائل، ولا الا كان شي واحد مختلف معاك في الطروحات ديالك ولا في الفكر ديالك ما تهربش منه. ديما سمع، خصك انت تفهم بعدا هو علاش ما كيفهمكش. هاد المرحلة مهمة في الهوا، هذيك نصيحة عامة، لأن هادو إلا ما هادوك غادي يجعلونا أننا نرتقيو بالفكر ديالنا. غير سمع الواحد اللي كيتخالفو، غير سمع ليه، وإلا كان كيخربق غير عرفو علاش كيخربق، شنو المشكل عنده اللي يجعلو أنه يخربق، لأن هذاك هو اللي يكون حافز ليك أنك يعني تطور الفكر ديالك. هذا بين قوسين. إذا بين وكر ووكر كلام مغاير، اللي هو اللهجه، اللي هو لو ديالكت. مميزات لو ديالكت، ما هو الديالكت ولا اللهجه عند الحسون؟ الطريقه ديال ترتيب التغاري. انا غندوي على مثلا ما وجدنا في البحث العلمي، هذا رجع للاولى اشنو قالوا الشيوخ، ونلقى واحد الترتيب ديال التغاري. لان ربما الطائر تعطيه الشريط، ولكن هو زاد وخر واحد الاغروده ولا حيد حاجه ورومبلاصها بواحد الحاجه، هذاك هو اللي هذيك غريزه فيه. هو يبلور التغريد ديالو وشخصيته تنمو، لا تيستوستيرون حتى هي كتلعب الدور ديالها في النمو ديال المركز تخزين المعلومه، وبالتالي فهو داكشي رباني، فهو غيبدا يكون واحد اللهجه، غيبدا يقاد التغريد على حسب المنظور ديالو، على حسب كيف يرى، ان حيت هو دابا راه بغى هو كما نقولوا مالك المكان. مالك المكان خاصو يكون مبدع، خاصو يكون عنده واحد الخزان التغريدي، خاصو عنده ملكات للابداع والجونغلاج في التغريد. هنا فين كيتجلى انك خاصك تعطيه الماكسيموم ديال الريبيرتوار، ما نحجروش عليه الكلام ونقولوا ليه انت حفظ لينا هادي وهادي 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 وهادي، لا اديتهم صافي طائر ممتاز مباراه رجع هذا 10 مليون هذا، لا. هذا هو التعامل مع الطائر، هذا هو الاحترام ديالك للطائر، تحترم الطائر بهذه الامور هذه. لانه وفرتي ليه خلال هذه الحلقات كلها اللي تكلمنا كاع داك الكلام اللي قلنا، وبديتي كتوفر ليه لا بوسيبيليتي انه يكون مهيمن في المكان ديالو. هو المعالم ديال اللهجه ولا لو ديالك دي زوازو، انه الترتيب. مساله ثانيه وتنبهوا لها، هو انه حتى الوقفات ما بين أغرودة وأغرودة تشكل مميزة ما بين وكر ووكر.
يقدر يكون نفس الكلام، وكاين واحد الوكر جاري يتكلم الاغرو نفس الاغرودات، ولكن كيزرب هو سريع في الالقاء في التغريد، يعني الوقف هذا تقريبا شبه منعدم ولا قصير جدا. الشكل ما بين مثلا الكلام مثلا في البشر، يعني ما بين واحد المنطقة تتكلم بسرعة واحد المنطقة تتكلم بطريقة اللي هي يعني ثقيلة في الوتيرة ديالها. هذه المعلمة الثانية من المعالم التالية الأخرى هو ترديد نفس الأغرودة، العدد ديال ترديد نفس الأغرودة هكذا. وكاين واحد 6 ولا 7 ديال المعالم اللي غنخليك تمشيو تبحثوا عليها. انا دائما اتعمد هذه المساله ماشي تكبرا ولا 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 هذا لا، باش نزيد ديك الملكه ديال البحث تنمو في الاخوان، انهم يبقاو مشتاقين يمشيو بعدا يتاكدوا من كلامي. دائما كنحط نفسي انا في يعني في الميزان باش يتاكد الانسان يعرف بانه نتكلم عن مسائل ديال مضبوطه وكينطلق هو في البحث. صافي هذاك ما بقاوش نخافوا عليه، مشى كيبحث وهذا الابداع غادي نجنيه وغادي نحصدوه واحد من عنده شي نهار. اذا كتكون اللهجه رجعوا للطبيعه، تكلمنا على من الابحاث العلميه هادو 3 و4 المعالم. في الطبيعه الكل كيعرف انه ملي كتدخل واحد المرقد وما بقاش مفهوم المرقد حتى في الطبيعه واصبح يعني منعدما فعلا، يعني الصيد ديال الطائر الحسون بواحد الطريقه اللي هي عشوائيه. فملي كندخل واحد المرقد ديال الطائر الحسون واللي علمونا الشيوخ ديالنا، هو اول حاجه كنتبهوا ليها هو التعديده ديال المرقد. يعني غير كتدخل واحد المرقد اول حاجه كيطلع داك الطائر المهيمن الطائر الجبار ديال المرقد، كيطلع واحد المنطقه عاليه وكيبدا يدير واحد لي سينيال، وربما حتى انه كيبدا يؤدي ديك الاغروده ديالو التعديده اللي مشهور بها داك الوكر. واحد شويه كنسمعوا التعديده في مختلف الذكوره ديال داك الوكر، حتى دوك القرع الصغار اللي وصلوا شهر 8 شهور بداو مرحله التقليد الثاني في المرقد اصبحوا يرددون هذيك التعديده. فملي كنشوفوا تعديده اللي هي جينيرال على نفس الوكر ونفس المكان، كتكون عندنا قناعه بان هذاك وكر كما نقولوا بالدارجه واحد الوكر اللي هو محرز محصن عنده حدود تغريديه. الجانب ديالو يقدر يكون واحد جنان اخر كتمشي ليه كتلقى راه يقدر يكون نفس الكلام، ولكن تما تهيمن تعديده اخرى، ان داك الجدر ديال هذاك المكان يهيمن بتعديده اخرى. من بين المسائل في الطبيعه اللي كان نشاهدوها وكنستافد انا من الاخوان اللي كيكونوا كيتناقشوا في المسائل ديال الودانيه، يعني في بعض المرات كما نقولوا استرق السمع، كنتبع بعض المحادثات في الفيسبوك ولا في يوتيوب ولا هذا، وكنشوف كنقرا هذا وكنملاحظات كنستافد منها. فبين وكر وكر كما قالنا السي سباعي الله يذكره بخير في هذيك الجلسه في القصر الكبير، كيقول لك ما بين وكر وكر لا تيرميناسيون مختلفة وغرودات النهاية، يعني التكسير ديال هذا الوكر مختلف على التكسير ديال هذا الوكر، ومختلف على التكسير ديال الوكر الفلاني. واخا يكون نفس الكلام ولكن اللهجات تختلف على حسب هذه المعالم هذه. ومن هنا كتثبت لينا المبحث اللي تكلمنا عليه في الحلقة السابقة أن لا تيرميناسيون تشكل سلاح تغريدي للطائر الحسون، مهم جدا. فممكن في واحد الوكر يكون واحد الوكر نفس التغريد نفس لي كانطاداس كيما يقولوا نفس التغريد، ولكن طريقة الترتيب ديالها ولي تيرميناسيون المعتمدة والتعدى فهي مختلفة، وهذاك هو اللي كيعطي معالم اللهجة لو ديالكت ديال واحد الوكر. وهذه مهمه، علاش جبتها انا في التلقين ديال الحسون في المنازل ديالنا؟ لان حنا خصنا نوصلوا الطائر لواحد المرحله ديال هو انه ينشئ لهجه في البيت عندنا. وما يمكنش تنشا واحد اللهجه الا ما كانش عندك ماده خام اللي هي وفيره،
ودائما هذه دعوه مني انه الاخوان يعطيو الماكسيموم ديال التغريد للطائر الحسون بيان سير بواحد الطريقه اللي هي يعني مضبوطه، ماشي غير اجي وعطي، يعطي الماكسيموم ماكسيموم ماكسيموم. اي جنس من الاغرودات، اي عائله من الاغرودات مثلا الجلجل ولا لي كاسكابين، نعطيه الماكسيموم دو كاسكابين، نعطيه الماكسيموم دو بيبليغ، نعطيه الماكسيموم دو ميسيدا. والتجربه راه دار جاتني فكره ديال لا ريغل دو تخوا، هذيك واحد الفكره ممتازه وتجربه ممتازه اللي قام بها استعليل المرضي، انه عطى ماده خام وخلى الطائر لا ليبرتي انه يرمم ويرتب المسائل ديالو لتكوين اللهجه. وهنا فين كيكون فهو استعليل المرضي تيستا، يعني اختبر الذكاء ديال الطائر والطبيعه ديالو في توظيف كل اغروده في محلها. وفي نفس الوقت فهو عطاه على حسب هذا البحث هذا، حنا تسيعلي حنا دخلنا معاه، حتى هو تلاقينا معاه وتلاقينا مع الوداني وتلاقينا بزاف الاخوان في نفس المبحث. هذا هو اللي جميل في الحوارات الخوت، راه غير نطلقوا في الابحاث وفي الحوارات راه ولا حتى غادي نتلاقاو، غنتلاقاو على واحد الكلمه اللي هي سواء، لان يعني كما قلت فكلنا في الهوى سواء، ولا بد ان نلتقي على كلمه سواء. اذا تكوين اللهجه للاشاره الاخوان، ملي كيكون عندك وكر تغريدي، ودائما ذكرت الناس اللي كنقول لهم الا ما عندكش طير عنده 4 سنين 5 سنين راك ما حفظتي ما والو. فعلميا ثبت ان هذيك اللهجه اللي عندك في البيت وفي هذاك الطائر ويلقنها للطيور الصغرى، والسنه المقبله واحد الطائر اخر سوف يتلقى ديك، كتصبح هذيك اللهجه واحد المساله. للاسف حنا ما عندناش التفريخ ديال الحسون في البيوت ديالنا، ولكن في الطبيعه تصبح مساله جينيه، كيولي الطريقه التغريد او اللهجه التغريديه ديالو هذا الوكر كتولي في الدم. ومن هنا كيتشرح لينا المساله انه كنجيبوا الطائر، وهذه حتى هي التجربه اللي كتبتها، كنجيبوا الطائر كنعطيو كلام كوبي رخيم وجميل جدا، وفي اخر المطاف كيحفظ هذاك الكلام، ولكن كيجيبونا بطريقه اللي هي سريعه اللي كنقولوا حنا جا بلدي كاسكابين واعره وكيضربها لك بحال التيمبري، ولا بيبليوس يعني ممطرقه ورائعه كيجيبها لك زربانه بلي 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 بلي. يعني ف اش كنقولوا حنا؟ حنا كنقولوا هذاك ما راسه ما والو، ما راسه ما والو، راه ماشي ما راسه، هو اللهجه ديالو هكذاك. وهنا فين كتجلى يعني النوعيه ديال المراكد، يعني ديال المناطق، النوعيه ولا الجوده ديال الطيور ديال المنطقه على هذه المنطقه على هذه المنطقه. وهنا كنرجعوا الاعتبار اخواني الموالي القدام، انه كيقول لك انا راه كنمشي نتصنت على هذا المرقد كنريح فيه، كنمشي نهار ما كانش الصيد العشوائي، كان كيمشي للمرقد غير يريح ويتصنت، كيتصنت هذا راه عين الطيور، راه عين الطيور. هاد العلماء راه مطالقوا من هاد الطريقه، اللي كيمشي للطبيعه ويجلس، ما كيدي معاه لا شبكه لا كولا بالفار لا حتى شي حاجه، كيجلس كيتصنت على المرقد، كيتصنت على التعادل، كيتصنت على الترميناسيون، كيشوف النوعيه ديال لي كاسكابين، النوعيه ديال البليبليات اللي مضروبه في هذاك المرقد. حتى ان في القصر الكبير كاينه واحد الراسه اللي سميتها البليبليات، هما سموا هذاك المرقد منذ الستينات وربما قبل يسمونه مرقد البليبليات. لماذا؟ لان هذاك المرقد يمتاز بالبليبلي، هذاك النقد ديال البليبلي. وللاسف ان مفهوم المرقد اصبح شبه منعدم في المغرب، خاصه في المغرب ولا ربما بزاف ديال البلدان، مع الصيد العشوائي الطيور المهاجره ديال برا ملي كتدخل المغرب كتلقى كما نقولوا حنا المراقد مترعه، كتلقى المرقد ما كاينش حراس ديال المرقد، الطيور الجباره ما كايناش. فهذيك الحسه الاوروبيه كتلقى من الجنات والناس، تستوطن في المغرب كيتخلط الدم والسلاله تنضحر، وبالتالي ما كيبقاش مفهوم مابقاش عندنا طيور جيده للتلقيح. هذا لا يمنع انه ممكن بانشائنا لاوكار تغريديه في البيوت ديالنا، وهذه المنهجيه تقتصر على اعتماد عدد قليل من الطيور. يعني اللي بغى يمشي في هذه الطريق هذه
اولا الطريق تحس بها غير بالراحه بالانشراح وباللذه في معاينه التجربه مع العلم في ارض الواقع في البيت ديالك. هذه اول من المحاسن ديال هاد الطريق هذه واللي كنعيش انا زعما صراحه عيشه شخصيا، لان يعني كل ما حسيتش بواحد واحد اللذه واحد النعمه في هاد الطريق ما نشاركوش مع الاخوان، حتى واخد بين نفسي وما عندي باليش، ولكن في واحد اللذه جميله. فباستطاعتنا في هاد فاننا ننشئ اوكار تغريديه في بيوت ديالنا عن طريق اعتماد اقل عدد من الطيور، لان يعني خصنا الصبر، غنصبروا ندخلوا جوج ثلاثه ديال المقانن ماكسيموم، ننشئ لهجات غتمشي، ننشئ سوف تنشا عندنا لهجات تغريديه في الاوكار ديالنا، وانا ذاك غنوليو نعرفوا شتي هاد الفرخره ديال فلان. هاد الطريق هادي واخا نفس الكلام، دابا كنمشيو للمباريات كنتصنتو نفس الريتم نفس الكلام، حتى نفس لي تيرميناسيون، جاب كلشي بحال بحال، لان غير كيبان واحد الشريط كدير ليه واحد الجا. هاد السنه كلشي يمشي يخدم بهاد الشريط، بمعنى ان السنه المقبله هذاك الشريط غادي يطلي، غادي يطلي لي كونكور المسابقات، كلشي غادي يكون محفظ به، وهكذا على سنه سنه سنه. ولكن غنوليو نفهم ان داك الطير اللي محطوط شكون دابا الدور ديال من؟ الدور ديال فلان وفلان. الطير هذاك سمع، الطير ديال فلان راه هو اللي كيخدم بهاد الطريق، الطيار هذاك الطير ديال فلان الاخر، حيت هذوك الطيار هما اللي كيجيبوا هذيك القضيه فحال هكا. اذا سوف نتصالح اولا مع الحسو عن طريق احترام ديالو، غنبينو نفوسنا اننا نحترم هذاك الطائر اللي دخلنا لبيوتنا وبغينا هو يعطينا واحد اللذة واحد المتعة، على اساس انه الله سخره لنا، سخره لنا، خصنا حنا نعطيو هذيك النعمة، نعطيوها واحد العناية، ماشي العناية غير بمسح ليه او كلينيكس وداكشي بولا، كله ككائن حي نعيش داخل الحسو، نعيش معاه داخليا، نحسو به هو، لان الا ما درناش بحال هكا غادي ولا بحال هكا ربيو الدجاج، بحال عندنا كوري ديال الدجاج، غدخل فلوس غادي تعلفو وغتخرجو باش تاكلو، مكيبانش الفرق، بحال عندك كوري ديال الدجاج. على اي، هذه حلقة كانت على السريع، لأن كان عندي بعض الانشغالات اليوم، يوم السبت، ما بغيتش أنني نتعطل، حيت ربما غنغيب واحد اليومين في على اليوتيوب، بغيت نزرب نسجل هذه الحلقة باش الإخوان نبقى معاهم على تواصل، نبقى شاد خيوط الحلقات كاملة، تكلمت فيها على مفهوم اللهجة، نتمنى أنه الإخوان يبحثوا معايا في هذه القضية مفهوم اللهجة، فهذا هو الملخص ديال هذه الحلقة. على اساس انه الحلقه المقبله غادي نتكلموا مازال على الصوت، لو بارامتر ديال اللهجه شويه ديرونجاني، داكشي علاش بغيت نعطيه للاخوان قبل ما ندخل في مساله الصوتيات اللي عنده، لانه عنده علاقه بالصوت، لان الصوت حتى هو كلام كثير جدا، غنتفاهموا على الطريقه كيفاش الصوت خصو يوصل للطائر بطريقه علميه منطقيه، ونشوفوا الاسقاط ديال على ما نمارسه حنايا من خلال البرامج الصوتيه والشرائط المودعه هنا وهناك. فشكرا الاخوان على الاستماع، اتمنى ان هذه الحلقه تلاقي الاستحسان ديالكم، ومره اخرى الاخوان ديال لي كومونتير تبارك الله عليكم، ف فطور شهي ورمضان مبارك، والى الحلقه المقبله ان شاء الله. السلام عليكم.